السلام عليكم. دلوقتي ميعادنا مع المراجعة النهائية للمانوسكريبت رايتنج. دكتور محمد كمال هيكلمنا عن هي يعني هيجمع لنا الموضوع بقى. تمام، احنا اتكلمنا عنه على مدار اكتر من اسبوعين، فهو في الاخر انا شايف ان احنا كنا لازم نعمل كونكلوجن. هو يعني كتر خيره وافق ان هو اللي يكونكلود المانوسكريبت رايتنج. مكلمه امبارح 11 بالليل، فبجد شكرا ليه. لو في اي اسئله برضو معاكم دكتور محمد تقدروا تسالوها في المانوسكريبت رايتنج. اوكي، السلام عليكم يا جماعه. هو من اللي انا فهمته من المتابعه ليكم خلال الاسبوعين اللي فاتوا، انا متهيألي انتوا اللي هتقولوا لي المحاضره مش انا يعني. بس هو على سبيل اداء الواجب يعني احنا هنعمل مراجعه سريعه كده مع بعضينا، فاللي عارف حاجه بقى ايه يعني، ولا تخلوها انتر اكتف نشتغل مع بعضينا، ايه رايكم؟ هو احنا كلنا ابتدينا نكتب في مانسكريبتس من اول وركشوب ولا كلنا؟ في حد ما ابتداش؟ مفيش حد ما ابتداش. هو احنا عارفين يعني ايه بيبر، كلنا الكونسبت ده في دماغنا خلاص. احنا ليه بنرايت او بنببلش؟ متهيألي كلنا عارفين برضو ليه، ومين اللي بيببلش. حتة واي دي احنا يعني مراجعة سريعة كده، حتة الكوميونيكيشن قبل ما اي حد فينا بيبتدي يشتغل في اي ريسيرش بروجكت لازم يشوف ان الدنيا عملت ايه ويبدا حيث انتهى الاخرون. عشان كده كان في قصه كوميديه كده بتتقال ان في واحد اهله قفلوا عليه، قالوا ده عبقري والاي كيو بتاعه 9000، فقفلوا عليه وقالوا له هنحط لك الاكل من تحت الباب وبص انت هتقعد تخترع. قعد 20 سنه يعمل ابحاث ابحاث ابحاث، وفي الاخر بعد 20 سنه اخترع التلفزيون ده. بس عشان هو ما كانش بيكومينيكيت، دي كانت نتيجه الريسيرش بتاعه في الوقت اللي كان فيه ال 3 دي ليد ديسبلاي كانت طلعت. تاني حاجه السيلف ساتسفاكشن. اي واحد فينا دلوقتي بيكتب في السي في بتاعته انا عملت كذا، انا شاركت في كذا، حتى ايفن لو في بيبر هو اكنولدج فيها بيبقى مبسوط جدا. الحاجه الثانيه ان لما بتيجي تابلاي عشان جرانت، انتوا عارفين ان غالبا اغلب الريسيرش في العالم كله مش في مصر بس بيبقى في جهات منحه. الجهه المنحه دي بتبقى بتدي فند حسب البروبوزل اللي انت كاتبه. انت جات لك ريسيرش ايديا ممتازه جدا ومتعامل بروبوزل، بعت معاها السي في بتاعتك، انت يو هاف نو براير بابليكيشن، مالكش اي هيستوري في المانسكريبت رايتنج، انت مش هيتبص اصلا البروبوزل بتاعك الا يعني ما رحم ربي. فانت لما بتبعت السي في بتاعتك فيها كذا بابليكيشن تقيله في في في, في جورنالز ريبيوتابل، طبعا بيبقى ليك اولويه انك تميت الكرايتيريا عشان تاخد الفند ده. الجامعات حاطه رولز فور بروموشن من معيد لمدرس مساعد، ومدرس مساعد لمدرس، مدرس لاستاذ مساعد، استاذ مساعد لاستاذ. وسمعت في فتره ما اعرفش بقى هو القانون ده اتعمل ولا مش في الجامعه، بس ان انت يو هاف تو مينتين ان انت تقعد تعمل بابليكيشن حتى بعد ما تبقى استاذ. ف ات از سام تايمز نيدد فور بروموشن. حتى الناس الاكسترنال، انا برضو انا مش متاكد من المعلومه دي، انتوا تقولوا لي ان الناس بتعمل ماستر من بره من بره الجامعه يعني ملزمين ان هم يخرجوا من السيس بتاعتهم ببيبر تبقى ببلشت، والا مش هياخد. انا ما اعرفش الكلام ده مدى دقته يعني، صح الكلام ده سليم؟ مش في كل الجامعات كده، في الام دي اوكي وفي الماستر كمان. فهي نيدد حتى عشان نقول استكمال تشيك ليست معينه عشان اخد جرانت، او استكمال تشيك ليست معينه عشان اخد ديجري معين. مين اللي يقدر يببلش؟ الناس دي ممكن تببلش، والراجل ده ممكن يببلش. في ديفينيشنز انتوا عارفينها يعني ايه سايتيشنز. بسرعه كده، سايتيشن يعني انا لو قلت ان لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون مصريا، او قايل ان انا جبت دي من مجله الوحده الوطنيه بتاعت مصطفى كامل في 1900 مش عارف كام، دي كده انا قلت المعلومه اللي انا بقولها دي انا جبتها منين. خلاص، لو انا قلت لو اكن مصريا لو وددت ان اكون مصريا وسكت، انا كده نسبتها لنفسي، فده اسمه بلجيريزم هنتكلم عنه بعد شويه.
الامباكت فاكتور. احنا مين يقول لي؟ معلش انا ما حدش يبص بالامانه كده. مين يعرف ايه هو الامباكت فاكتور؟ كلنا عارفين. طب ممكن حضرتك تقوله بصوت عالي؟ اوكي اكزاكتلي. هو ميجر للجورنال نفسه. انا لما بنشر في جورنال الامباكت فاكتور بتاعه كبير، انا كده الجورنال ده بيبقى ريبيوتابل. نيتشر مثلا جورنال امباكت فاكتور بتاعه اظن وصل 55، يعني كان 30 بقى 55. هنبص نشوف الايفالويشن بعد كده بتاع في تومسون رويترز بتعمل الامباكت فاكتور بتاع جورنالز. ممكن ده بيبقى اب تو ديت على طول، يعني كل سنتين اظن بيتحسب وبيتغير بيزيد او بيقل حسب الاكتيفيتي بتاع الجورنال. الفكره ان انا لو انا عملت جورنال دلوقتي وكلكم عشان بتحبوني يو ديد ببلش المانسكريبتس بتاعتكم عندي، وبعدين نشرت في الجورنال في الايشو الاولاني 100 ارتكل، ومحدش مفيش مثلا غير واحد بس اللي عمل لهم سايتيشن، الامباكت فاكتور بتاعي بالفورمولا اللي موجوده لحسابه هيبقى قليل جدا، هيبقى 0.001. لو انا نشرت 10 ارتكلز بس وفي 1000 واحد دخلوا عملوا سايتيشن لل10 ارتكلز دي، سايتيشن يعني قال ان انا جبت من الجورنال بتاع محمد كمال الارتكل ده بتاع سنه كذا، فالجورنال بتاع محمد كمال يزيد الامباكت فاكتور بتاعه. متهيألي انا متهيألي كلكم عارفين ايه الامباكت فاكتور. خلاص، في بقى ريسيرشرز ميجر اللي هو الاتش اندكس. الاتش اندكس ده بيشوف الريسيرشر نفسه مش الجورنال نشر كام بابليكيشن والبابليكيشنز بتاعته سايتد كام مره. فهتلاقوا مثلا ان الاتش اندكس بتاع زويل مثلا 85، انا بدي ارقام اختياريه، والاتش اندكس بتاعنا مثلا 0.5. فبتعرف منها مش بس الجورنال ريبيوتابل لا في الامباكت فاكتور، انت كمان تقدر تبص على ريسيرشر نفسه الاتش اندكس بتاعه اخباره ايه. وهما الفاريبلز اللي بنعتمد عليهم في حساب الاتش اندكس والامباكت فاكتور هما النمبر اوف سيتيشنز والنمبر اوف بابليكيشنز. بس في الجورنال النمبر اوف بابليكيشنز ببلشت في الجورنال، وبالنسبه للريسيرشر النمبر اوف بابليكيشنز ببلشت باي الريسيرشر. كويس جدا. هو في بيبر بتاعت كابلان اند 1950 سايتت حوالي 33000 مره، يعني يعني وكل شويه بتعمل لها سايتيشن. فدي طبعا عارفين كابلان اند ماير اللي هم اللي عملوا السرفايفل كيرف. في حاجه تانية ان في انا مش فاكر اسم الجورنال ايه، الجورنال ده كل سنه بينشر ستاتستكس عن الكانسر بشكل مختلف يعني. فدي في 2000 سايتيشن بيتعمل على الارتكل ده بس كل سنه، فهو ده تلاقي ارتكل واحد هو اللي شايل الجورنال كله. ما هو الاتش اندكس بتاع الريسيرشر اللي كتب المانسكريبت اللي بتبقى سايتد 2000 مره. ما هو ده كويس قوي انك سالت السؤال ده. ده معناه ان انا ممكن انشر في جورنال الامباكت فاكتور بتاعه 50 والاتش اندكس بتاعي يفضل واحد، وفي نفس الوقت واحد نشر في نفس الجورنال الاتش اندكس بتاعه 100. ازاي؟ الناس بتسايت الارتكل بتاعته ومش بتاخد الارتكل بتاعته كريفرنس خالص. في بس ملحوظه عايز اقول لكم عليها، ان الجورنالز اللي فيري سبيسيفيك يعني بيدياتريك نيورو اونكولوجي تشيلدرن نيرفس سيستم الحاجات دي كلها فيري سبيسيفيك جورنالز، دي الامباكت فاكتور بتاعها بيبقى قليل جدا، ممكن يبقى 1.5 ممكن يبقى 3. بس ما تقدرش تقول ان ده معناه ان الجورنال ده تعبان. انت تقدر تحكم لو حاجه زي بلاد مثلا، دي بتتكلم على كل هيماتولوجي مثلا او هيماتولوجي اونكولوجي حاجات من دي في البلاد او نيتشر او الحاجات اللي هي فيري فيري جنرال دي، لما تلاقي الامباكت فاكتور بتاعها قليل تبتدي تستغرب. لكن it is acceptable ان جورنال فيري سبيسيفيك بيتكلم عن مثلا لو عملنا جورنال اسمه ريتينوبلاستوما مثلا، ده لو الامباكت فاكتور بتاعه واحد او واحد ونص كويس، مش بطال. خلاص، فدي ملحوظه مهمه عشان بس انتوا لما تدوروا عليها تلاقوه ناشر في جورنال تشايلد نيرف سيستم والامباكت فاكتور بتاعه كان وقتها واحد ونص، دلوقتي ما اعرفش بقى كام. فما تقولوش ايه ان الجورنال ده تعبان، مش تعبان خالص يعني. البليجرزم انا قلت زي ما انا بقول دلوقتي، كنت بقوله لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون مصريا. ده اتكلمنا عن فيو ديفينيشنز، بنتكلم عن ان الساينتفك فاليو بتاعت الـ يعني هتلاقوا دايما الدول المتقدمه نشره بيبرز اعلى بكتير من الدول الاقل تقدما. هتلاقوا هنا ان اليونايتد ستيتس مثلا عامله
3 مليون بابليكيشن ولغايه المركز العشرين احنا مش موجودين. لا دي حاجه والله ما تضحكش، دي حاجه تزعل، يعني دي حاجه فعلا تزعل. وي شود اند وي ديزيرف ان احنا نكبر عن كده. انا هكون امين معاكم، انا اشتغلت في المستشفى دي اول ما فتحت، كان شغلي كله كان في كلينيكال فارماسي، انا فارماسيست اصلا، انا بشتغل في معهد الاورام في كلينيكال فارماسي، كنت ترينيه 98 واشتغلت كفارماسيست لما اتخرجت سنه 2000. شغلي كله كان ان انا بشتغل هيلث كير، ما كنتش بعمل ريسيرش، كنت بقرا، كنت بفتح الباب ميد واطلع ارتكل كريفرنس ليه لكن انا ما كنتش فاهم البيك بيكتشر بصراحه غير لما جيت اشتغلت هنا في المستشفى. وبصراحه احمد سمير يعني قعد معايا فتره يفهمني الموضوع ده. فانا احب ان انتوا تبقوا فاهمين، اسمعوا كلمه ابستراكت، تسمعوا كلمه كونفرنس، اسمعوا الحاجات دي كلها، تبقوا فاهمين القصه بتدور حوالين ايه. انا اظن ان اغلبكم فاهمين، يو ار لاكي ان انتوا في سنكم ده عارفين يعني ايه الكلام ده، لان انا ما عرفتوش غير وانا عندي حاجه و30 سنه. هي الفكره ان بيبقى في جروب من السبيشاليست او الاكسبرتس في ديزيز معين، وليكن مثلا المرض اكس، دول كلهم سبيشاليستس في المرض اكس، قرروا ان هم يعملوا سوسايتي سموها ذا ايجيبشن سوسايتي اوف المرض اكس. السوسايتي دي ليها اكتيفيتيز، ممكن يبقى ليها علاج، مشروع علاجي، ممكن يبقى ليها مصايف ورحلات، بس بيزيكلي طالما هي ساينتفك كوميونيتي بتطلع جورنال وبتعمل كونفرنسز. طب ايه فايده الجورنال؟ الجورنال ان انت بتكوميونيكيت الريسيرش بتاعك للناس، بتعمل لنفسك ريبيوتيشن لان انت الناس ممكن تبابلش عندك، بتعمل كونفرنسز. الكونفرنس فايدته ان العالم كله يجي يجتمع في مكان هو يشير الايدياز والنيو ريسيرش اوتكمز بتاعته مع بعض. وهقول لكم ان احيانا في الكونفرنسز بيبقى في انفينيشد وورك وبيطلع الريسيرشر يتكلم عنه، بالذات في حاجات كلينيكال، بيقول لك انا شغال مثلا في الحاجه الفلانيه والداتا بروميسنج و فممكن اصلا يغير طريقه علاج او طريقه تشخيص او يقول افكار جديده او يابديت الناس. هو المشكله في ايه؟ المشكله ان انا لو انا مثلا راجل فيزيشن عندي عياده خاصه وسايب الدراسه من زمان وخلاص وخدت شهادتي وقعد بعمل في عياده بكشف عن الناس. اخر مؤتمر علمي حضرته كان سنه 80، من سنه 80 لغايه النهارده في ادويه اتلغت وادويه اتحطت وحاجات سايد افكتس اتشالت واتحطت. انا لو اعتمدت على الريسورس بتاعي في فور ايديوكيشن اللي هو الميديكال ريبريزنتيف اللي بيجي يقول لي والله الدواء ده جديد وكذا ومش عارف ايه، وممكن يبقى اصلا في حاجات بقى فيها كوميرشال كليم، ابقى انا غلطان. انا الصح ان انا بابديت نفسي، بابديت نفسي بان انا بقرا ليتريتشر وبحضر كونفرنسز. خلاص السوسايتي دي بتطلع جورنال زي ما قلنا، والجورنال ده بيستقبل من كل الاكسبرتس في الفيلد اكس، وبعدين زي ما قلت لكم بنعمل كونفرنس عشان الناس تشير الايدياز بتاعته. طيب في الكونفرنس هو بيقول لك ابعت لي ابستراكت للريسيرش بروجكت بتاعك، والابستراكت ده انا هعرضه على لجنه فرز او لجنه ريفيو، والريفيو ده هيشوف ايه الحاجات اللي ليها هايست برايورتي هتتعمل على شكل اورال برزنتيشن، الناس تطلع تتكلم زي كده في مؤتمر دولي. انا ما اتكلمش في مؤتمر دولي، اتكلم زي كده ما بكلمكم بس في مؤتمر دولي. او ان انت الحاجه بتاعتك مثلا اوردينري بس ستيل اوف فاليو هتتحط في شكل بوستر برزنتيشن في هول في ميعاد وانت اورال برزنتيشن وبوستر برزنتيشن. وليه بيطلب ابستراكت؟ لان الكوميتي بتبقى ناس زي حالتنا كده، ناس شغاله وعندها شغلها وعندها ريسيرش بتاعها، فانا لو هتقعد كل واحد يبعت لي الدوكيمنت بتاع الريسيرش بتاعه عشان اقعد اعمل له ريفيو واشوفه بقى والله بطله ولا مش بطل، لا مش هينفع. فبيتبعت لنا ريسيرش، الريسيرش سواء فينيشد او انفينيشد، سواء بابليشد او انبابليشد في شكل ابستراكت، وده بيبقى بيتفحص. وبعد كده لما الكونفرنس بيخلص في جورنال بيطلع عن السوسايتي دي، بيقوم عامل سبيشال اديشن كده او عدد خاص بيحط فيه الابستراكتس دي اللي في الجورنال. واتس نايس ان انت تلاقي اسمك برضو في ابستراكت في جورنال من دول، وان انت تبريزنت سواء اورال او بوستر في مؤتمر من المؤتمرات دي، لان بيخليك اساسا روح المؤتمر ان انت تقابل ناس وان انت تعرف تعمل اوت ريتش وانترناشونال كوميونيكيشن.
خلاص. يعني احنا في مؤتمرات اللي استفدناها مش بس الحاجات المحاضرات والعلم نفسه، لكن كمان عايز اقول لكم ان في كلينيشنز احنا حتى الان بنكوميونيكيت معاهم عشان نكونسلت مثلا ذم في حالات، عشان ناخد منهم ادفايس، عشان نديهم ادفايس برضو وهكذا. ف ده الريفيو كوميتي ودي الاورال برزنتيشن. طيب احنا الليتريتشر داتا بيز متهيألي شرحت لكم بالتفصيل فمش هندخل فيها. البيبر بعض الناس وهما بيبتدوا ريسيرش بروجكت بتاعهم بيبتدوا يكتبوا في المانسكريبت بتاعهم بيبقوا حاطين التايتل. هو الفكره ان انت لما تخلص شغلك خالص ابقى خد الريزلت بتاعتك واكتب عليها البيبر، ولما تخلص البيبر خالص ابقى حط التايتل عشان ما تقعدش طول ما انت شغال تقعد تغير وتكونزيوم تايم في حاجات ممكن كل شويه تتغير حسب الريزلتس اللي طالعه لك. الاناتومي اوف اي مانسكريبت عايز تسأل. بص هو الجرانت بروبوزل الجهه المنحه بتديك فورم، الفورم دي ممكن تتراوح بين 4 صفحات ل 400 صفحه انت بتملاهم بالطلبات اللي هم طالبينها. فده ده 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 الجرانت. المانسكريبت انت بتبعت حاجه لجورنال تبقى ببلشت. مش عايزين نكونفيوز الابستراكت ده بالابستراكت بتاع المؤتمرات. الابستراكت ده بيتحط في الداتابيز اللي وانت بتدور في باب ميد بيطلع لك. كنت عايز تسال. بص هو هقول لك على حاجه، هو مفيش قاعده لو ما مشيتش عليها حد هيعاقبك، هي كلها زي ما تقول بيست براكتس واراء ناس. هديك مثال في البروجرامنج بالتحديد، هو بيقول لك لما تيجي تعمل سوفت وير طلع ورقه واعمل حاجه اسمها يو ام ال يونيفايد، تعمل موديل والموديل ده مش عارف ايه وتشوف الانبوت والاوتبوت والبروسيسنج، وبعدين تعمل بعد كده كلاسز وفي ست في كتب في كتب الاف الكتب منشوره ازاي تشتغل. هل معنى كده ان السوفت ويرز الناجحه اللي كسرت الدنيا كلها اتعملت بالطريقه دي؟ لا، بس في زي ما بيقول لك ايه، انت عشان تروح انسى الطريق تطلع الحته الفلانيه وتعمل مش عارف ايه هتعمل انت شورت كات، هتروح بطياره مش بعربيه، هتروح بتاع اتس اب تو يو. في الاخر انت اللي هتدفع ثمن الطياره وانت اللي هتدفع ثمن لو خدت عربيه بايظه وهكذا. بس هو في جولدن ستاندردز الناس جربوا لقوا ان هم لما بيشتغلوا لو مش عاملين الترتيب معين ده، يعني على فكره في بيبر انا كتبتها كانت مش ماشيه على الـ على الـ على الطريقه دي، جيت اكتب بيبر تانية كان في حد كبير معايا قال لي لا انت ابتديت غلط. افتكرت بقى وقتها ان البيبر الاولانيه وانا بكتبها كنت تعبان فيها عشان انا ابتديت غلط، فدلوقتي بقول انا هبتدي صح. البيبر التانية اللي كتبت صح لغايه دلوقتي ما اتنشرتش على فكره. بس ده مش معناه دي يعني دي مشكله تانية هتبقى في الجورنال نفسه هقول لكم عليها. انا مش محتاج اكلمكم على الاناتومي لانك لو فتحت اي مانسكريبت في الدنيا جاي تضربنا. لو فتحت اي مانسكريبت في الدنيا هتلاقي فيه نفس الاناتومي اللي هو تايتل ابستراكت انترودكشن ميثودز كلام من ده. نتكلم على التايتل. بصوا بقى التايتلز دي والكلام اللي انا هقوله بعد كده انا هنط فيه كتير جدا، لان انت هتتعلم من قرايتك للبيبر نفسها وبيبر ورا بيبر ورا بيبر ورا بيبر هتتعلم قد اللي انا هقوله لك هنا 200 مره. عشان كده انا بقول لكم لو انتوا اشتغلتوا شغل يعني انتنسيف انف انتوا اللي هتعلموني مش انا. التايتل بقى فلسفه التايتل نتكلم في الدكتوراه بتاعت حتى انت ممكن تقول التايتل على شكل سؤال does x has an effect on y وده عنوانك، او ممكن تقوله على شكل جمله اكس لها افكت بوزيتيف على واي، او ممكن تقول في شكل شبه جمله افكت اوف اكس اون واي. فدي فلسفه فانا مش هضيع وقتكم في هذه الفلسفه، لانك في الاخر اما تيجي تعمل ريسيرش انت بتكون عملت ريفيو محترم هيخليك انت تعرف تطلع التايتل المناسب. الابستراكت بصوا يا جماعه الكلام ده انا لو هقوله هقرا لكم على السلايد. الابستراكت دي الكومبوننتس بتاعته خلاص، البرزنتيشن عندكم والجايد لاينز عندكم والابستراكتس منشوره قد كده، ادخلوا شوفوا الكومبوننتس اوف ابستراكت ايه. انا هكلمكم على الحاجات اللي هي بتقابلنا. يعني الانترودكشن
الانترودكشن احد الحاجات اللي في اول مانسكريبت ما كنتش واخد بالي منها كانت ان انا بكتب انترودكشن وخلاص، بكتب كلام وخلاص. لا، هو الفكره مش كلام وخلاص، هو الفكره دايما اللي انا اتعلمته بعد كده انك تبقى فانل شيت. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم الاول، واي بيبر كده في الدنيا انك تبتدي برود كده ان الدنيا فيها امراض، الامراض منها السرطان. طبعا انا ببالغ يعني، بس هي يعني كده. وبعدين توصل لنوع معين من السرطان، السرطان ده عملوا معاه 1 2 3 والرابعه لسه اندر انفستيجيشن ومحدش عارفها. فانا هبدا من حيث انتهى الاخرون، الام بتاعي ان انا اشوف الحته الرابعه دي اخبارها ايه، وبعدين ده شغلي، ودي الميثودز اللي استعملتها، ودي الريزلتس اللي طلعت لي، وتقوم تكونكلود بقى وتدسكاس بقى بعد كده ان الناس بره لما عملوا كذا لقوا كذا، بس انا لقيت كذا وده متناسق مع كذا. وتقوم بعد كده طالع بقى ايه، توسع بقى الفن اللي يبتدي يوسع، وكده ممكن احنا نخلي الدنيا احلى. خلاص، ده مبالغه، بس انا هوريكم دلوقتي مثال. مثلا الجنرال توبيك اللي انا هتكلم عنه ان برين تيومرز ار ذا موست كومن فورم اوف سوليد تيومرز ان تشيلدرن. هي البيبر بتاعتي انا مش بعملها عن برين تيومرز كده، انا بعملها عن سبيسيفيك بوينت. وات از نون ان البيدياتريك برين تيومرز ار ا ليدنج كوز اوف ديث. الرول اوف نيورو سيرجري، دخلت اهو في نيورو سيرجري، از سيف ماكسيمال ريسكشن. وي نيد ان انترا اوبراتيف تول تو ديفاين التيومر مارجنز. خلاص، ده كده وات از نون. وات از ان نون بقى، there is no evidence in literature that intraoperative diagnostic tool X has an impact in defining the tumor margin. في ناس عملوا، وعلى فكرة هتلاقوها كتير جدا الحتة دي، يعني عشان بس ما حدش يقول لي ايه اصل الريسيرش ده كوبي بيست من بره. لا، في ريسيرش اتعمل بره هعمل انا زيه بالظبط، بس on different patients و on different number of patients و on maybe larger sample، عشان خاطر اكونتريبيوت للنوليدج بول، عشان خاطر في الاخر لما يتعمل ميتا اناليسز اللي انتوا خدتوها ابقى عارف، ابقى شاركت التشويس ده هيتاخد ولا مش هيتاخد. هديكم مثال بس بعد ما اخلص ده. الام بقى بتاعي ان انا اتست الرول اوف اكس. طيب، انا ابتديت جنرال جدا برين تيومرز، ابتديت ادخل واحده واحده من برين تيومرز الى بيدياتريك برين تيومرز، من بيدياتريك برين تيومرز الى بيدياتريك نيورو سيرجري، من بيدياتريك نيورو سيرجري الى بيدياتريك انترا اوبراتيف دايجنوستيك تول انا عايزها. لما بعرف، على فكره دي باي اكسبيرينس بقى هنا وباي انترناشونال ليتريتشر، السيف ماكسيمم، كل ما شلت قدر اكبر من التيومر كل ما الفرصه ان البيشنت يريلابس تبقى اقل بكتير جدا، سيرفايفر بتاعه بيبقى احسن بكتير جدا لمجرد انت شلت التيومر بالكامل. بغض النظر بقى بعد كده هتدي ريدي ثيرابي، هتدي كيمو ثيرابي، ال 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 في كل الستاتستكس ان الجروس توتال ريسكشن اوف ذا تيومر بيدي احسن ريزلتس مهما كان التيومر ده رخم. يعني في تيومرز بيبقى السيرفايفر بتاعها اوريدي وحش، هتلاقي ان الجروس توتال ريسكشن للتيومر الوحش ده احسن من السبتوتال ريسكشن. المهم بقى، انا الايم بتاعي تو تيست الرول اوف اكس دي يا جماعه، الميثودز بتاعتي هنقي البيشنتس دول، الاليجيبيليتي كرايتيريا كذا، انا خلاص خلصت انترودكشن، انا داخل في الميثود، هنقي كذا بيشنت، بيشنتس الاليجيبل عندي هم البيشنتس اللي عندهم مثلا بوستيرير فوسا تيومر وسنهم من كذا لكذا وما عملولوش اي براير سيرجري وكلام من ده، وقوم داخل اشيل التيومر في العمليه وهستعمل مش عارف ايه سلاين از ايه وهستعمل كذا، وفي الاخر طلع لي الريزلتس بتاعه الدايجنوستيك تول انترا اوبراتيف اهو، هقارنها بالام ار اي البوست اوبراتيف اهو، وادي الريزلتس بتقول لي ان ده طالع زي ده، وده معناه انا كده قلت الريزلتس. معناه بقى دي الكونكلوجن، هنيجي بقى على الكونكلوجن نتكلم فيها. المثال اللي عايز اديه لكم اللي هي الاستاديز اللي بتتكرر، في حاجه اسمها ابيرنت ديفيوجن كوفيشنت، دي تكنيك بتتعمل في الام ار اي في البرين. دي في ناس بتقول ان هو ممكن افرق بيها الباثولوجي بالفاليو بتاعتها بالقرايه بتاعتها، لانها بتديني ارقام، الارقام دي بتعتمد على الديفيوجن اوف ووتر مولكيولز في الـ في الـ في, الـ في التيومر نفسه. فهو بيقول لي هل الديفيوجن ده، الريستريكتد ديفيوجن ده او الفاسيليتيد ديفيوجن ده بيتناسب مع الجريد اوف تيومر ولا لا. ففي كذا بيبر اتنشروا ان هم زيك، في كذا بيبر اتنشروا ان هو التيومر ده بيبقى عايز تطلع اطلع تعال، في كذا بيبر اتنشروا ان هو بيقولوا ال التيومر متناسب، الديجري بتاعته متناسبه مع القرايه بتاعت الابيرنت ديفيوجن كوفيشنت. بس هل هعرف اميز الانواع؟ هل هعرف اميز السب تايبس، الباثولوجيكال سب تايبس ولا لا؟ في بيبرز نازله بتقول اه، وبيبرز نازله بتقول لا. لو انا عملت الاستادي دي عندي
وهم لسه مش شور ان الميثود دي افكتيف، ممكن اعملها عادي جدا. لكن لو انا مثلا جيت عايز اشوف الافكت بتاع الاسبرين على السيوله بتاعه الدم، او افكت بتاع الاسبرين هل هو بروتكتيف كويس للناس اللي عندهم اتريسك ان يجي لهم جلطه، لا ده كده هبقى انا الى حد ما مش بادرس حاجه اوريجينال او مش بادرس حاجه. لكن الحاجات التي حرى فيها العلماء، يعني انت تلاقي دايما افكار ريسيرش كويسه جدا جدا وافكار بيبرز كويسه جدا جدا، لو انت لقيت مسكت المانسكريبت لقيت في اخر حاجه في كونكلوجن خالص ان هي لسه في حاجات مش يعني فيج، في حاجات محتاجه فيرذر انفستيجيشنز، لارجر سامبلز ار ريكوايرد عشان تقول مور ان ايكويفوكال ريزلتس، يعني شور انك